توقيع المعاون الإداري. أصعد الطابق العاشر، جيب لي ختم من المالية. أوراقك مو كاملة، جيب لي صحة صدور من المريخ. ها؟ المشهد اللي شفتوه أكيد مرة صار بيكم من راجعتوا على معاملة. هاي اسمها البيروقراطية. لا تستعجلون. البيروقراطية نظام إداري يعتمد على تقسيم العمل والقواعد على أساس التسلسل الهرمي. وتتميز البيروقراطية بالتركيز على الكفاءة والموضوعية، تنفيذ المهام والإجراءات الرسمية، وتعتبر وسيلة تحقيق النظام والعدالة بالمؤسسات مثل الحكومات والشركات الكبيرة. بس مرات تكون مفعالة وبطيئة، لأن الإجراءات اللي بيها تكون مطولة ومعقدة، وهذا الشيء راح يخلي البعض يدور عن طرق مختصرة مثل الواسطات والرشاوي. نقدر نتجنب هاي الثغرات بالبيروقراطية عن طريق تبسيط الإجراءات وتثبيت قيم النزاهة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على النظام ومنع الفساد.